بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أحبكم في الله وتحنهني لما قعبحي ادخلوا مساكنكم قريه نقرأ حلقني وحلقني صدح إيا اللباتناد هل كل قيدنا واه. إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحك الليل والنهار ما قضيت نعمة من نعمك. هذا الكاقيمة هبضا وحالق السوقوري نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وأنسك الصون غندونا كلمة دائية الشرح هذا وحندونا يا إنان له حلقة ذني وحي حرير توس الله لا يضحي حلقة ذي كهريسي اللبي اللباتناد لما قعبح ذي لعلكم تشكرون. هدبا إلهي سبحانه وتعالى أنبي ذي أصادري وحي أهاين كوى الدأب قوذا إيا شقضو ذو أيتهي كنا تلماما إن إلهي كشكريان سببت أن أنبياء أسوغوري إن قرآن كنا أسوغوري وإن أن كدين سورة الأنعام مركي لغا سوشيكي أنبياء آد يا آد أفربضا وحن بغينا لغو يلي صلى الله عليه وسلم كواس أنك سوشيكي وكوي أن هنوني كدين تتك أمد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيقنا وحيك الضيانيان أنبيضه وأوهر يا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ونضم بي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام السقوء إلهي كشاكين يوحي لذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نبي نوح إلهي وحوك تلمام يا إنو أها أدون شكر بضن وإلهي الشكري إلهي أمها النقى سبحانه وتعالى تابعي كبير وهو مجاهد بن جبر اللي إلهذو أهنا أرضيك كوبادي عبد الله بن عباس وآية داسي نوف السرية أما شكرك نبي نوح نوف السرية وحويلي عليه رحائم الله. نبي نوح ما عني تشرين عنتو إلا إلهي بوكو حمدين تشري ولقي وحم عبو إلا إلهي بوكو شكرين تشري سبحانه وتعالى ولقي قعنتي سوح وناكسا مقار إلا إلهي بوكو شكرين تشري كون حمدين تشري هذا بوحوكم متين إلهي كتل مامو أدون شكر بضن دبا مركز توضو حضون يسوى الحمد لله مركز توضو حضت الحمد لله وحكز تو إلهي قعنت هذا سوق اليو ونكسن الحمد لله وحاد مضان يسا إن لقو أمانا وددي نبي نوح لقو أماني عليه الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلهي باكت المامي أسغن إنو أهامذ شكر بضن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. نبي إبراهيم كليبا أمت أها ويوى أبو التوحيد وأبيه توحيد كان فافي أصل كأو أها ولذلك باقل أول بوحي شاكتي نبي إبراهيم إنو أيغا كتر سيهي السبو إلهي أرنكا ونفين هيودي ديه وحيري ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نبي إبراهيم التوسن مسلم بوها الله نوح كتل مامي مد نعم والبؤ اللسي كشكري شاكرا لأنعمه اجتباه. نبي الله موسى عليه السلام قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. موسى وأنا كود دورتي رسول لما كود دورتي أنا رسول كاردغي
وبكلامي بان كو دورتي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وحي آن كولا إمادي قبو قبصو وحانك من نقطة هو إلهي كشكري سبحانه وتعالى ولذلك با عالم ليلة هذا أبي الجلد أو أرنتا نبي موسى كشاكين يوحويري قرأت في مسألة موسى وحان أقريب إلى النبي موسى مسألة سوحون يري يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي بي من نعمة من نعمك لا يجازي بها عملي كله وحوي للرب يوم سيدابا شكر جاجا أجدا كرا أن كعليه نبي موسى وحوي يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله سيدابان إلهي كو شكر كرا وأن شكر جاجا أجدا كرا أيضو نعموين كمدة أو وير أنيقا أكتايدا آدكتاي أو أديقا نعم كاغا كمدة أينا أدق من أنيقا متغانا عمل كايغا أوردن الله أكبر الله أكبر كدب إلهي وحويلي وحيودي وحويلي يا موسى الآن شكرتني حدابت انتا قراتي أو نعمضا نعموين كمدة أو وير أوسى آدم فلينكرين حد أيا نعمضي آد قدتي نبي الله داود عليه السلام إلهي وحكي لإعملوا آل داود الشكراء داود إيضت كيسيو وحاتك الشكر ذان الله سبحانه وتعالى ولذلك أي نبي داود وحوي لكلمة ذي أن عنوانك أغرقنا كلمة ذينا إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين إلهيو تنكستو أنيغة تمهيغة كمذا هدي لبع عربي يالتو لبدا عربو عربو أديغا كن زهيس أو كو شكريس هبيل يا مالنبا ما قضيت نعمة من نعمك هل نعم أديغا نعمك أديغا شيئا مجدا كرا أيو يري ولذلك من حلقة نوحان كختمينا نبينا عليه الصلاة والسلام أو أها سيد الشاكرين إنت الشكر ذا متك أو الشكر تبدا بل الله فاعبد وحاله يري ألك لي عابد وكن من الشاكرين وحانك من نغتاك وإلهيك الشكرية ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سيدي أن حلقة ذي هرب آن شاكنا أيها الأحبة أحبكم في الله مرهدي لبا تنبري كوي لبا تنبري إلهي كورنا ميسر رمضان سيدي دبري إيكو هدينا الله أذوي دي سري سعينو كورنا ميسر ميادا مضنين إن إلهي مهد وعليسو أحبكم في الله انتانو كاكل ما إنو حلقة أفري لباتنات أستودعكم الله وانا السؤال الآن حلقة صدحي لباتنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.